بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم. اسمح لنا النهاردة إن شاء الله نكمل سلسلة الرسائل القانونية القصيرة. النهاردة هنتكلم عن المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوى فيروس كورونا المستجد. الموضوع باختصار إن في مقاطعة اسمها ووهان في الصين ظهر فيروس جديد اسمه الكورونا. هو كان موجود قبل كده ولكن ده فيروس مطور منه او هو طور نفسه. الفيروس دوت انتشر في العالم كله مع بداية سنة 2020، احنا دلوقتي 26 مارس 2020، وتحول وفقا لمنظمة الصحة العالمية الى وباء. كثير من الدول اعلنت حالات الطوارئ وحظر التجوال، والموضوع تفاقم وكبر لغاية ما بقى مسألة في منتهى الخطورة على حياة البشر نظرا لسهولة انتشاره. بينتشر باللمس وبالرذاذ وباللعاب وبكافة العادات اليومية اللي احنا بنعملها، فسهولة انتشاره أدت إلى أنه يتحول إلى وباء. النهاردة هنتكلم عن المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوى هذا الفيروس. إذا ما تعمد شخص أنه ينقل عدوى هذا الفيروس الخطير الذي يعتبر قاتل، لأنه ما فيش لغاية دلوقتي أي مصل ليه أو فاكسين أو ما فيش علاج ليه، يعني ما هو التكييف القانوني أو الوصف القانوني لهذا السلوك؟ هل يعد ذلك جريمة قتل لو نتج عن نقل العدوى دي وفاة المجني عليه؟ فهنشوفها في صورتها العمدية وفي الصورة غير العمدية. الغرض طبعا من هذا البحث هو أنا عملت بحث في شكل علمي ومفصل، دراسة تفصيلية تحليلية في حوالي 30 صفحة، هيكون موجود أسفل رابط هذا الفيديو إن شاء الله. ولكن خلينا ندي بصورة مختصرة عن موضوع هذا البحث. الغرض منه هو توعية الناس، سواء هو موجه للقانونيين وغير القانونيين. الغرض منه توعية الناس عن خطورة هذا الفعل، هذا السلوك، لعدم الوقوع فيه، ويمكن دوت يحد من انتشار هذه الإشكالية. طيب، عشان أقدر أقول أن هناك جريمة قتل عمد عن طريق نقل عدوى فيروس الكورونا المستجد COVID-19، جريمة القتل العمد بتقوم أساساً على ركنين: المادي والمعنوي. الركن المادي هو السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية ورابط السببية بينهما. السلوك الإجرامي هو الفعل اللي بيقوم به الجاني، النتيجة الإجرامية هي إزهاق روح المجني عليه، ورابط السببية بينهما يعني أن يكون النتيجة تمت بناء على هذا السلوك. السلوك الإجرامي ليس له حصر، يعني حتى محكمة النقض المشرع المصري لم يحصر السلوك الإجرامي لجريمة القتل العمد، بعكس التزوير والنصب أو بعض الجرائم الأخرى اللي حدد فيها سلوك معين. لكن جريمة القتل لا يوجد صورة معينة للسلوك الإجرامي في جريمة القتل. يصح أن تتم جريمة القتل بأي طريقة وبأي شكل، المهم أنه يترتب عليها إزهاق روح المجني عليه. محكمة النقض المصرية بتقول أن القانون لا يتطلب سوى ارتكاب فعل على المجني عليه يؤدي بطبيعته إلى وفاته بنية قتله، وبذلك صور السلوك الإجرامي لا تقع تحت حصر. طيب، إذا قلنا أن القتل هو كل اعتداء يصدر من إنسان على إنسان آخر يترتب عليه إزهاق روحه، معنى كده هل يصح أو هل يجوز أن يكون نقل عدوى فيروس كورونا عمدا إلى شخص آخر بغرض قتله أن يشكل ذلك سلوكا إجراميا في جريمة القتل العمد؟ نعم، يصح ذلك، ينفع دوت، ينفع أن يكون نقل العدوى تشكل سلوك إجرامي لجريمة القتل. ولكن الأول قبل ما نقول السلوك الإجرامي ونقول الركن المادي لازم نشوف العنصر المفترض. العنصر المفترض في جريمة القتل أن يقع الفعل أو سلوك الإجرام على إنسان حي، يعني يكون بتقتل إنسان حي، ما يكونش بتطلق النار على جثة هامدة مثلا، لا، لازم يكون إنسان حي. لكن في الجريمة ديت اللي هي القتل عن طريق فيروس الكورونا مش لازم يكون إنسان حي وبس، لا، يكون إنسان حي وخالي من المرض. لأنه لو حاول شخص أنه يعدي شخص أساسا مريض بالكورونا خلاص لا محل للجريمة، يعني ما فيش محل للجريمة. فالعنصر المفترض أن يكون إنسان حي خالي من المرض، هنا هذا الشخص يصلح لأن يكون محلا لجريمة القتل عن طريق نقل عدوى فيروس الكورونا المستجد. طيب، طبيعة الفيروس دوت، هل هو قاتل بطبيعته أم غير قاتل بطبيعته؟ هل يعتبر مادة سامة ولا لا يعتبر مادة سامة؟ شوف، هو الأصل في القانون أنه عندنا أدوات أو وسائل قاتلة بطبيعتها وسائل غير قاتلة بطبيعتها. الاثنين ما يفرقوش في الركن المادي للجريمة، الجريمة تقوم بالاثنين، ما عنديش مشكلة. هي تفرق في إيه؟ تفرق في إثبات نية القتل من عدمه.
يعني استخدام وسائل قاتلة بطبيعتها قد تكون دليل على وجود نية القتل، استخدام وسائل غير قاتلة بطبيعتها قد تكون دليل على نفي نية القتل، ولكن تقوم الجريمة بالوسيلتين، الأدوات أو الوسائل القاتلة بطبيعتها هي التي صنعت أو أعدت خصوصا لإراقة الدماء للفتك بالأرواح يعني، أما زي السلاح الناري وما شابه. أما الغير قاتلة بطبيعتها هي التي لم تصنع للفتك بالناس، لم تصنع لإراقة الدماء، ولكن استعمالها بطريقة فيها خطورة ده اللي بيؤدي للقتل، زي العصا. العصاية لو واحد هي بطبيعتها غير مصنعة لإراقة الدماء، لكن لو واحد ضرب على واحد على دماغه في منطقة حساسة من جسده، المخ توقف عن وظائفه فترتب عليه وفاته، فبتقوم الجريمة في كلتا الحالتين. طيب فيروس الكورونا هل هو قاتل بطبيعته ولا غير قاتل بطبيعته؟ عشان اقول اذا كان قاتل بطبيعته ولا لا لازم اكيفه، هل هو يعد من قبل السموم ولا لا يعد من قبل السموم؟ طيب هو لو جينا لتعريف القانوني للسم هنلاقي ان هو اي ماده ايا كانت شكلها صورتها سائله غازيه ماديه ايا كانت صورتها، المهم انها بتتفاعل مع خلايا الجسد وتؤدي الى تعطيل وظيفه هذه الخلايا، الماده دي وقد تؤدي الى تعطيل وظيفه الخلايا ديت قد تؤدي الى الوفاه. اذا حصل الفكره دي، اذا حصلت المعادله اهي ديت اسميه ماده سامه، تمام؟ لان القانون لم يحدد ماهيه المواد السامه. طيب فيروس كورونا لما بيدخل للخلايا، هو الميكروبات عموما اللي هي الاشياء التي لا ترى بالعين المجرده، بكتيريا وفيروسات، البكتيريا كائن حي، الفيروسات كائن غير حي. بيدخل الفيروس إلى جسد الإنسان، بيدخل إلى الجهاز التنفسي، بيستعمل خلايا الجهاز التنفسي كمصنع لإنتاج آلاف من الخلايا، وبالتالي لما بتتعب منه الخلية بيقتلها وينتقل إلى خلية أخرى ينتج آلاف الخلايا في اليوم، وبالتالي تتعطل حركة الجهاز التنفسي إذا لم يوضع المريض تحت الجهاز التنفسي. طبعا مع فكرة إن وباء أكبر اقتصاديات العالم مش قادرة تكفي الأجهزة التنفسية، أو إذا كان الشخص مصاب بالتهاب رئوي، أو إذا كان عنده أمراض مزمنة، أو إذا كان سنه كبير، بيؤدي ذلك إلى تعطل الجهاز التنفسي وإلى وفاته. يبقى إذا شفنا الوصف ده أو التكييف ده للفيروس يصلح لأن يكون من قبيل الجواهر السامة، إذا كيف الفيروس على إنه من قبيل الجواهر السامة، وبالتالي أصبح هو أداة قاتلة بطبيعتها، وتصلح أن تكون أداة قاتلة بطبيعتها، وتصلح أن تكون أداة لارتكاب جريمة القتل. الخطورة هنا بقى في حاجة، إن كان الأصل أن المشرع لا يرتب على استعمال وسيلة معينة قيام الجريمة من عدمه، ولكن قد يشدد من العقوبة بسبب هذه الوسيلة المعينة. يعني مثلا في جريمة القتل العمد إذا ما تم الأصل فيها أن العقوبة هي المؤبد، السجن المؤبد. طيب إذا ما تمت عن طريق سبق إصرار أو ترصد أو قتل كريه حرب أو ارتباطها بجنحة أو اقترانها بجناية أو استخدام جواهر سامة في السلوك الإجرامي تكون العقوبة الإعدام. يبقى هنا بقى الوسيلة المستخدمة قد يترتب عليها تشديد العقوبة، يعني لو تم القتل عن طريق السم هنا تكون العقوبة الإعدام، فإذا ما كيف الفيروس والميكروبات واستقر القضاء والفقه على ذلك أن الميكروبات والفيروسات تعتبر من قبيل المواد السامة التي تصلح بها أداة القتل أو جريمة القتل إذا ما وقعت مع وجود نية خاصة وقصد جنائي خاص وهو إزهاق روح المجني عليه، وده حصل في فيروسات الإيدز وغيرها من القضايا اللي شبيهة بذلك. طيب إذا فيروس الكورونا يصلح أن يكون أداة من أدوات القتل العمد. ده السلوك الإجرامي، النتيجة الإجرامية هي إزهاق روح المجني عليه، إن خلاص تتوقف أجهزته وتزهق روحه. طيب هل يصح أن يكون النتيجة الإجرامية تتوقف خارج إرادة الجاني؟ هنا بنقول عندي ثلاث صور من صور الجرائم أو الشروع في ارتكاب الجريمة، عندي حاجة اسمها الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة والجريمة المستحيلة. طيب خلينا نفرق ما بينهم، الجريمة الموقوفة هي الجريمة اللي الجاني استخدم فيها جميع الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق الجريمة ولكنها أوقفت لسبب خارج عن إرادة الجاني، يعني يجي مثلا واحد مصاب بفيروس الكورونا وعاوز شاف غريمه جاي وراه هيركب المصعد أو هيركب الأسانسير، فراح حط لعابه على أزرار الأسانسير بغرض إن غريمه يحط إيده على أزرار الأسانسير فتنتقل إليه
العدوى، ويكون بقصد قتله او بقصد ازهاق روحه. فيقوم الشخص المجني عليه ما يحطش ايديه على ازرار المصعد، ولكن يستخدم منديل كلينكس او عازل او جوانتي في ان هو يدوس على هذه الازرار، وبالتالي لا يلامس الفيروس جسده، وبالتالي لا تنتقل اليه العدوى. هنا تبقى الجريمه اوقفت لسبب خارج عن اراده الجاني، ودي بنسميها الجريمه الموقوفه، ودي يعاقب عليها الجاني تحت وصف الشروع في جريمه القتل. عندي نوع ثاني من الجرائم، من صور الشروع، او شكل ثاني من صور الشروع، هي الجريمه الخائبه. يعني ايه الجريمه الخائبه؟ استنفذ كافه الطرق ولم تتحقق النتيجه ايضا لاسباب لا دخل اراده الجاني فيها. يعني الجريمه كانت على وشك ان هي تتم، ولكن خاب اثرها بسبب تدخل اخر، زي واحد انتقل اليه فيروس ولكن قدرنا نحطه على جهاز التنفس الصناعي ومناعته قوية، فقدر الجسم ان هو يستحمل انه يكون الاجسام المضادة اللي تقضي على الفيروسات، او اذا يكون العلم وصل الى مصل لعلاج هذا الفيروس وقدر ان هو يشفى عن طريق العلاج، يبقى هنا الجريمة خابت لسبب خارج عن ارادة الجاني، ودي برضو صورة من الصور التي يعاقب عليها الجاني تحت وصف الشروع. عند الصورة الثالثة والاخيرة من صور الشروع، هي الجريمة المستحيلة. الجريمة المستحيلة هي الجريمة اللي الأداة بتاعتها لا تصلح لارتكابها. يعني واحد بيطلق النار من مسدس صوت، وبالتالي هو مش هيموت، هو مفكر انه هو مسدس حي ولكن هو مسدس صوت، يعني مش حقيقي، وبالتالي هو مش هيقتل، لا تصلح الأداة للقتل. بس هل المشرع المصري او القضاء المصري بيعاقب على الجريمة المستحيلة؟ قلنا ان هو خلاص المادة 45 قانون العقوبات المصري عرفت الشروع بانه جريمة اوقفت او خاب اثرها لسبب ليس لارادة الجاني داخل فيه، يبقى هو بيعاقب على الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة تحت وصف الشروع. ولكن هل يعاقب على الجريمة المستحيلة؟ نعم، يعاقب على الجريمة المستحيلة اذا ما كانت الاستحالة نسبية وليست مطلقة. المشرع المصري فرق ما بين، او القضاء المصري بصفة خاصة فرق ما بين الجريمة المستحيلة استحالة مطلقة والمستحيلة استحالة نسبية. مستحيلة استحالة مطلقة، وادى ليها مثال ان واحد بيطلق النار على جثة ده ميت، وبالتالي مش هيظهر روحه لانه اصلا ما عندوش روح. المستحيل استحاله نسبيه، ان واحد بيحط ايده في جيب واحد فلقاها فاضيه ما فيهاش فلوس، وبالتالي لن تتم جريمه السرقه لعدم وجود محل يصلح لان يكون هناك جريمه سرقه، بس لو كان في فلوس كان هيسرقها، دي استحاله نسبيه، وبالتالي يجوز ان يعاقب تحت وصف الشروع. وبالتالي الجريمة المستحيلة في نقل العدوى عن طريق فيروس كورونا تصلح أن تكون، أن تتحقق هذه الصورة، زي واحد مثلا ترتفع درجة حرارته فتظهر عليه أعراض، هو يتخيل أنه عنده فيروس الكورونا ولكن هو عنده التهاب بكتيري مثلا أدى إلى ارتفاع درجة حرارته، فيحاول قتل الغير أو يحاول نقل العدوى إلى الغير عن طريق البصق على أدوات الشخص دوت، يحط لعابه على أزرار الأسانسير أو على عربيات التسوق على أساس أنه هو عاوز ينقل العدوى، ولكن اللعاب اللي هو خرجه دوت هو ما لا يحمل الفيروس أصلا، وبالتالي هو مستحيل أن يعدي غيره لأنه غير حامل للفيروس. هنا الاستحالة استحالة مطلقة. وقد أيضا تكون الاستحالة استحالة نسبية. إزاي استحالة نسبية؟ زي مثلا لو كان شخص حامل أصلا للفيروس فأنت بتحاول تنقله الفيروس، هو الفيروس مش هيعمل معاه حاجة لأنه هو أصلا حامل ليه، أو أن يكون جسمه كامل أجسام مضادة ضد الفيروس فأصبح جسده غير قابل إلى أنه هو ينتقل إليه هذا الفيروس لأنه تحصن منه أو خد منه مناعة، ودي لسه كلها أبحاث يعني لم تؤكد ولكن في سبيلها إلى التأكيد وفقا لمنظمة الصحة العالمية. طيب دي النتيجة الإجرامية. السلوك الإجرامي قلنا، النتيجة الإجرامية قلناها، لابد أن تكون هناك رابطة سببية، يعني يكون الشخص قد توفى بناء على السلوك الإجرامي لطريقة نقل العدوى. طيب رابطة السببية دي خد القضاء المصري فكرة السببية الملائمة، يعني إيه؟ يعني إن يكون الشخص توفى بسبب السلوك وما يقطعش الرابطة دي إلا عوامل شاذة، عوامل غريبة، عوامل ما كانش ممكن إن الجاني يتوقعها. زي إيه؟ من العوامل المألوفة اللي ينفع ما يتقطعش بيها رابطة السببية ويكون الجاني مسؤول عن جريمة القتل، عدم العلاج، خصوصا في ظروف الوباء. يعني لو واحد مثلا الجاني نقل العدوى الى المجني عليه والمجني عليه ما اتعالجش لانه ما لقاش مستشفى، او انه عارف ان ما فيش علاج فما راحش يتعالج، اهمال المجني عليه في عدم العلاج ده لا يقطع رابطه السببيه ويظل الجاني مسؤولا عن جريمه القتل العمد، يظل مسؤولا عن جريمه القتل العمد.
طيب امال ايه اللي يقطع رابطه السببيه؟ يقطع رابطه السببيه الافعال الشاذه، العوامل الطارئه الغريبه، زي مثلا الراجل انتقل له فيروس الكورونا، ركب عربيه المستشفى، عربيه المستشفى او عربيه الاسعاف ولعت في الطريق، مات هو باللي في العربيه. دي عوامل شاذه، عوامل غريبه قطعت رابطه السببيه بين السلوك الاجرامي والنتيجه الاجراميه، ولا يكون الجاني مسؤولا عن جريمه القتل في هذه الحاله. اما عدم العلاج او كبر سن المجني عليه او انه سبق انه عنده امراض ادت الى تفاقم الوضع ووفاته بسهوله جدا وتمكن الفيروس منه، دي لا تعد عوامل غريبه، تعد من العوامل المالوفه اللي كان اللي الجاني طبيعي انه يتوقعها، وبالتالي يظل الجاني مسؤولا عن جريمه القتل العمدي. طيب عشان القتل العمدي يقوم قلنا لابد ان يتوفر الركن المادي والركن المعنوي. الركن المعنوي هو العلم والاراده، يعني ان يكون الجاني على علم بكافه اركان الجريمه، عارف ان هو حامل للفيروس، عارف ان هو بيدي شخص الفيروس وهيعديه، وعنده نيه ازهاق روحه، والاراده ان يكون عاوز دوت، يعني ما يكونش غصب عنه، او انه ما يكونش مغيب، او انه ما يكونش طفل مش في وعيه، او انه ما يكونش مكره على دوت بانه بينقل العدوى تحت الاكراه وصور الاكراه كتير جدا. طيب بيزيد على دوت طبعا القصد الخاص، جريمه القتل بتحتاج نيه خاصه وقصد خاص، وده اللي بيفرق القتل عن الضرب الافضل، يعني الضرب الافضل الموت على ضرب واحد ادى الى وفاته، هو مش قاصد انه يطلع روحه، يعني مش قاصد ازهاق روحه، لكن القتل بيشترط فيها نيه ازهاق الروح، دي مساله في منتهى الخطوره، دي مساله بتخضع لتقدير القضاء، والقاضي هو اللي يقدر انه يحددها. القصد ده قد يكون محدد وغير محدد، يعني ايه؟ يعني ممكن يكون الجاني قاصد يموت شخص بذاته، سين من الناس، وممكن يكون قاصد يموت اشخاص مجموعه بناء على انتمائهم، يروح لمؤسسه حكوميه مثلا ويحاول ينقل الفيروس فيها في مقر عمله، وعاوز ينتقم من ناس كتير في مقر عمله ويحاول ينقل الفيروس، هو قاصد يموت بس مش قاصد يموت شخص بعينه، ده بنسميه القصد غير المحدود، بتقوم المسؤوليه الجنائيه سواء كان القصد محدود او غير محدود. وايضا قد يكون القصد مباشر واحتمالي، يعني ايه مباشر؟ مباشر انه عاوز يموت واحد معين، عاوز يزهق روح شخص معين، وقد يكون احتمالي. يعني ايه القصد الاحتمالي؟ القصد الاحتمالي ان هو حصل في فيديوهات كتير شفناها في الصين وفي بعض الدول، ان يجي الشخص يبصق على او يضع لعابه اللي فيه الحامل للفيروس على ازرار الاسانسير، على عربيات التسوق في المولات، على اماكن الترابزين بتاعت القطارات ومحطات المترو. قصد من ده ايه؟ قصد من ده ان الفيروس ينتشر جدا، قصد من ده ان المسألة تتحول الى وباء، تقوم الدولة تجيش جميع امكانياتها وتحط كل امكانياتها في محاصرة، محاولة محاصرة هذا الوباء ومحاولة اكتشاف مصل له، فهو يستفيد ويتم علاجه. ده قصد احتمالي، بس هو وهو بيعمل كده وبيحاول يفاقم من الامر عشان الجهات المسؤوله تاخد اقصى طاقتها او تضخ اقصى طاقتها الماليه والمعنويه في علاج الامر، هو متوقع وفاه الناس، متوقع وفاه شخص من الناس، وهو راضي بهذه النتيجه، ده بنسميه القصد الاحتمالي، وهنا تقوم جريمه القتل العمد بكافه صورها وبكافه اركانها، ويكون الشخص مسؤول. طيب اثر الغلط في شخصيه المجني عليه، يعني هو عاوز يقتل سين من الناس وحط اللعاب اللي فيه الفيروس على الاكره بتاعه باب بيته، على اساس ان المجني عليه اول ما يدخل ويفتح باب بيته من بره مثلا يمسك الاكره او يمسك الترباس، فان هو يتعدي، فمثلا يجي زوجه الراجل دوت او ابنه او احد اقاربه او عامل الدليفري مثلا، وهو اللي يحط ايده وبالتالي يصاب بالفيروس، فهنا اخطا في الشخصيه، الناس امام القانون سواسية، وبالتالي لا أثر للخطأ في الشخصية على توافر أركان جريمة القتل عنده، ويسأل الجاني حتى لو كان أخطأ في شخصية المجني عليه، يسأل الجاني عن جريمة القتل العمد كاملة يعني. طيب العقوبة، العقوبة إذا ما ثبت وإذا ما أثبتنا وفقا لأحكام القضاء وما استقر عليه الفقه والقضاء المصري ان الفيروسات والميكروبات تعد من قبيل السم او الجواهر السامه، فهتخضع للماده 233 من قانون العقوبات المصري اللي بتنص على انه من قتل احدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا او اجلا يعد قاتلا بالسم ايا كانت كيفيه استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالاعدام. اذا العقوبه
في جريمة نقل عدوى فيروس كورونا بقصد إزهاق الروح هي الإعدام، لأنها صورة من صور الجرائم المشددة عند استخدام باعتبار أن الفيروس من الجواهر السامة، وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء في مصر وكثير من الدول العربية. طيب تعالوا نشوف بقى الجزء الآخر والأخير، وهو إذا كان ارتكاب السلوك دوت بطريق الخطأ، يعني ما هوش قاصد أنه يقتل حد ولكن ارتكب السلوك الإجرامي عن طريق الخطأ. الخطأ ليها عدة صور. الرعونة أول صورة من الصور للرعونة. الرعونة هو سلوك إيجابي محفوف بالمخاطر يخدم عليه الشخص دون أن يحتاط لمنع النتائج الضارة التي تنجم عنه. يعني واحد مثلا في قرية ضيقة صغيرة فيها عدد من الناس مش كبير وانتشر فيها الفيروس، ومع ذلك هذا الشخص من الرعونة أنه يقيم سرادق عزاء أو يقيم سرادق لفرح أو احتفالية فينشر الفيروس أكثر وأكثر بتجمع الناس. أيضا الإهمال وعدم الاحتياط أو عدم الانتباه وعدم الاحتياط هو سلوك سلبي يتمثل في النقل عن اتخاذ إجراء معين كان لازم أنك أنت تتخذه. يعني شخص مصاب بالفيروس يدخل محطة المترو أو يدخل عربية المترو، التكدس كبير، الناس كتير، ويعطس بصوت عالي أو يعطس ويطلع رذاذ من بقه يجي في وش الناس وهو حامل للفيروس دوت، كده اهمال وعدم احتياط. وكان يصح ان هو يحط كمامه على وشه او يستعمل منديل او يستعمل اي عازل. دي برضو صوره من صور الخطا او الجريمه غير العمديه. او عدم احترام مراعاه اللوائح والقوانين والانظمه. سريع يعني مثلا لما يطلع الدولة وتقول لك غلق المقاهي من الساعة كذا للساعة كذا أو غلق المقاهي تماما أثناء فترة الوباء، ويقوم صاحب المقهى بفتح المقهى ويقدم الشيشة أو الأرجيلة اللي هي بتنقل الفيروس دوت، عدم احترام للقوانين واللوائح يؤدي ذلك إلى انتشار الفيروس أكثر. زي ما شفنا بعض الناس بيدخل المرتدي المقهى ويقفل عليهم، وطبعا دي اشكاليه كبيره. ده وان كان هو مش قاصد انه يزهق روح الرواد المقهى، ولكن قاصد انه يستفيد على عائد، يحصل على عائد مادي. ولكن اذا احد منهم اتعدى من الشيشه اللي هو بيقدمها له ومات، هو مسؤول عن جريمه قتل خطا، هو مسؤول عن جريمه قتل خطا تحت صوره عدم مراعاه اللوائح والقوانين. وبالتالي عقوبه القتل الخطا اذا ما مات المجني عليه، اذا انتقلت اليه العدوى في صوره من صور الرعونه او الاهمال او عدم الاحتياط او عدم مراعاه اللوائح والقوانين، هيخضع للماده 238 من قانون العقوبات اللي بتنص على انه من تسبب خطا في موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او رعونه او عدم احتراز او عدم مراعاه القوانين والقرارات واللوائح والانظمه، يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 اشهر وغرامه لا تجاوز 200 جنيه وبحد هاتين العقوبتين. وتكون العقوبه بتزيد العقوبه بقى مده لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 5 سنين إذا كان النتيجة وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بما تفرض عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته. هنا طبعا الأطباء والممرضين إذا لم يتخذ الحيطة والحذر في ان هو مثلا استعمل سرنجه ملوثه لشخص اخر او استعمل جهاز تنفس ملوث لشخص اخر لم يثبت ان هو حامل الفيروس فاتعدى، دي كلها حاجات بينتقل اليها وبتشد اليها العقوبه. وان كنا احنا بنرى ان في زمن الاوبئه الاطباء هم القاده الميدان يعني في هذه الحرب اللي بتاخدها البشريه، وبندعو لهم بالتوفيق طبعا. أو بتشتد العقوبة أيضا إذا كان الجاني متعاطي مسكرا أو مخدرا إراديا طبعا أو نكل عن مساعدة المجني عليه، وتشتد العقوبة إلى 7 سنوات لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص. طيب إذا ما ماتش المجني عليه وتسبب في جرح أو إيذاء بسبب الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز، بتكون العقوبة الحبس لا تزيد على سنة، وبيكون ايضا الحبس الذي لا يزيد عن 2 سنين اذا نشا عنها عاهه مستديمه او بسبب اخلال جسيم باصول حرفته او مهنته او وجود مخدر او اصابه اكثر من 3 اشخاص. كده نبقى احنا اتكلمنا بفكره عامه او بصوره يعني سريعه عن المسؤوليه الجنائيه الناشئه عن نقل عدوى فيروس الكورونا المستجد اللي ظهر سنة 2020. ان شاء الله دي صورة بسيطة عن الموضوع. البحث موجود في صيغة PDF في حوالي 30 صفحة دراسة علمية تأصيلية تحليلية بالنصوص القانون محكمة النقض المصرية، هتلاقوها في الرابط اسفل الفيديو. وان شاء الله هنتابع بفيديوهات اخرى
لجوانب أخرى من الموضوع عن المسؤولية المدنية والتعويض وخلافه ومسؤولية الأطباء ومسؤولية الممرضين ومسؤولية الدولة ومسؤولية ما إذا كان هذا الفيروس قد صنع خصيصا أو مخلق في معمل. كل دي حاجات إن شاء الله هنبقى نوالي الحديث عنها في خلال الفترة اللي كلنا موجودين فيها في البيوت بسبب حظر التجوال. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء عن الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع إن شاء الله. وشكرا جزيلا.